السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بالمتتبعين الكرام في قناه حياه ديليسيا. كنرحب بالمتتبعين الجدد في القناه وكنشكركم بزاف على الانضمام ديالكم وعلى التشجيع وعلى الثقه ديالكم. كنتمنى نكون دائما عند حسن الظن ديالكم. كنتمنى لكم عواشر مبروكه لجميع متتبعي قناه حياه ديليسيا. الفيديو ديال اليوم غادي نقدم لكم مملحات عاشوراء بلا مراشم بمذاقات مختلفه، فخليكم معايا نعطيكم المقادير وطريقه ديال التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله، عندي 850 غرام ديال الدقيق الأبيض الممتاز الخاص بالحلويات اللي مغربل، و 250 غرام ديال الزبدة ذوبتها عطاتني كأس ممتلئ، ونصف كأس غير ممتلئ مزيج بين زيت الزيتون وزيت المائدة. زيت الزيتون كتعطي واحد المذاق رائع لهذه المملحات. وهنايا ياغورت طبيعي ولا زبادي بدون سكر، ملعقة كبيرة من الخردل ولا الموطارد، مكعب سمك، وثلاث قطع من الجبن مثلثات، القليل من الفلفل الاسود تقريبا واحد ربع معلقه صغيره، والملح وهو اصفر بيضه. الملح كيبقى على حسب الذوق حيت غادي نديرو الخردل والجبن والمكعب ديال السمك حتى هو مالح، فما نديروش الملحه بزاف باش ما يجيناش المملحات يعني مالحين بزاف. يمكن لكم تضيفوا البودره ديال الثوم، انا ما توفرتش عندي، ولا البودره ديال البصل. صافي هنا بحال اللي كتشوفوا معايا خديت الملح والفلفل الاسود والمكعب ديال السمك، كنرملو مع داك الدقيق مزيان باش ما كيبقاش ليا هكذا حجم ديالو كبير باين في العجين. وغنا نضيف الزبده والزيت وغادي نرمل مزيان هذا الدقيق بالزبده والزيت. كنستعن بجوج ديال اليدين وكنبقى نرملو حتى كيتلبس لينا الدقيق مزيان بديك الزبده والزيت، عاد غادي نبدا نضيف ليه المكونات الاخرى. بحال اللي كتشوفوا معايا كيولي على هذا الشكل. وهنايا غادي نبدا نجمع الدقيق، غادي ضفت اصفر بيضه والخردل ولا الموطارد، وغادي نضيف الجبن المثلث، وغادي نجمع بداك الدانون طبيعي ولا الزبادي طبيعي. الا ما تجمعتليش العجين بحال اللي غادي تلاحظوا معايا، غادي نستعن بالماء، كنبقى نضيف ملعقه بملعقه حتى في حتى كيتجمع ليا العجين. هانتوما غادي تشوفوا الشكل النهائي ديال العجين والقوام ديالو كيفاش خاصو يكون. وواحد الملاحظه بالنسبه للعجين، ما كيتدلكش، كنبقاو نخدموه هكذا بالاصابع وكنجمعوا. حنا كنخدمو بالاصابع ديالنا وفي نفس الوقت كنجمعو العجين حتى كنتحصلو على عجين متماسك. ومباشره بعد ما جمعت العجين غادي نقسمه على 4 ديال الاجزاء. غادي ندير 4 ديال الاشكال ديال المملحات. بالنسبه للجزء الاول غادي ندير فيه الزعتر محكوك، وتقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر محكوك، ماشي ما يكونش غبره، يبقى باين شي شويه كيجي المنظر ديالو زوين. واحد جوج معالق كبارين ديال الجبن الاحمر مبشور ولا محكوك في الحكاكه الرقيقه. كنحاول ندخل هاد المكونات في العجين بحال اللي كتشوفوا معايا، بحال اللي كنفرتت العجين بالاصابع ديالي، ما دلكوش غير بهذه الطريقه هذه حتى كيتجمع معاكم. وغادي نوضعوه في لو فيلم اليمونتير ولا في كيس بلاستيكي، وغادي نخلي العجين يرتاح باش يساعدني على انني نشكله كيف اللي بغيت.
وهنايا الجزء الثاني غادي نضيف له الزيتون الاسود اللي طحنته، ولكن خليت فيه طراف. يمكن لكم تطحنوه حتى يولي على شكل بوماد، انا خليته هكذا طراف كيعطي واحد المنظر زوين للمملحات. كيبقى لكم الاختيار بطبيعه الحال. صافي كندخل داك الزيتون الاسود في العجين مزيان في نفس الطريقه اللي خدمنا بها في الاول، غير بهكذا بالاصابع حتى يندمج هذا الزيتون مع العجين، وحتى هو غادي نجمعوا نلويه في الماليمونتير. وهنا الجزء الثالث من العجين، خديت معلقه صغيره مع مراش ديال الفلفل الاحمر الحلو ولا التحميره، مع نص معلقه ديال السودانيه ولا الفلفل الحار، تقدروا تعوضوه بالهريسه، والكميه كتبقى على حسب الذوق. انا ما بغيتهمش يجيوني حارين بزاف، غادي ندخلهم في العجين مزيان حتى يندمجوا، وغادي نجمع العجين في الفيلم اليمونتير ونخليه يرتاح، من بعد عاد نشكله. وبالنسبه للجزء الرابع من العجين، ما غاديش نضيف له دابا المنكه ديالو، غادي نجمعه في الفيلم اليمونتير ونخليه يرتاح حتى من بعد غنوريكم كيفاش غادي نشكلو. خديت هنا الجزء الاول من العجين اللي نكهته بالزعتر والجبن الاحمر، غادي نقسمو الاجزاء وغادي نشكل منهم براعد ولا حرابل يكونوا متساويين في العرض ديالهم، باش يجيونا المملحات ما يكونش شي كبير وشي صغير. صافي يمكن لكم تزينوهم بواحد الطريقه اللي كناخذوا الابيض البيض، من بعد ما كنشكلوهم براعد كندهنوهم بابيض البيض وكندوزوا عليهم شويه ديال البافو ولا الخشخاش ولا الزنجلان ولا سمسم الابيض، كيعطيهم واحد المنظر رائع. انا خليتهم هكذا ما زينتهمش. نفس الطريقه غادي نديروها بالنسبه للعجين اللي بالزيتون الاسود، حتى هو غادي نقطعوا الاجزاء وغادي نشكل منه براعد ولا حرابل. مني غادي نكمل غادي نوضعهم في المجمد حتى يجمدوا، ماشي يبردوا، يجمدوا مزيان يكونوا قاصحين، باش كيساعدونا على اننا كنقطعوهم بسهوله فحال اللي غادي تشوفوا معايا. هنايا خديت الجزء اللي ما ضفنا له حتى شي نكهه، غادي نحتاج الجبن الاحمر مبشور تقريبا واحد 3 المعالق كبارين، وملعقه كبيره من مركز الطماطم ولا صلصه ديال الطماطم اللي تكون اللي توفر عندكم. والعجين فحال اللي شفتوا معايا خليته يرتاح مزيان تقريبا واحد 20 دقيقه، ضروري نخليو العجين يرتاح باش كيتسرح معنا بسهوله. هنا غادي نسرح العجين على شكل مربع كبير، والسمك ديالو يكون رقيق بزاف باش كيجيونا هاد المملحات مقرمشين. غادي ندهن النص ديال العجين غادي ندهنو بالصلصه ديال الطماطم. الناس اللي كيعجبهم كتعجبهم الصلصه الحاره، يمكن لكم تضيفوا القليل من السودانيه ولا الهريسه على هذه الصلصه هذه الا بغيتيهم يجيوكم حارين. صافي بحال هكذا، وغادي نوضع فوق منه الجبن الاحمر بحال اللي كتشوفوا معايا على هذا الشكل، وغادي نرجع عليه النصف الاخر من العجين، وغادي نبرك عليه مزيان بحال اللي كنقرصوا الخبز ونقادلو الاطراف ديالو. صافي على هذا الشكل هذا باش ما يتحليناش في الفرن، كنبركو عليه مزيان. وهنا غادي نبدا كنقطعو، الطريقه ديالو ساهله.
وهنايا بعد ما غادي نكمل الكميه اللي عندي كلها. بالنسبه للفرن سخنته على درجه حراره 170، كنشعل عليهم من الاعلى ومن الاسفل وكنخليهم يطيبوا مزيان ويتحمروا باش كيجيونا مقرمشين وفي نفس الوقت كيجيونا مرملين. ودابا غادي نقطع هاد البراعد من بعد ما خرجتهم من المجمد. ما كان النصيحه اللي ننصحكم ما تخرجوهمش كاملين من المجمد، انا غير جبتهم هكذا باش تشوفوهم. قطعوا يعني حربول بحربول، ما تجبدوهمش كاملين باش ما كيديكونجلاوش ويجيكم صعابين في التقطاع. بحال اللي كتشوفوا معايا ساهلين في التقطاع، ما كيتفرتتولناش وكيبقاو محافظين على الشكل ديالهم. صافي الفرن سخنته على درجه حراره 170 بحال نفس الطياب ديال المملحات الاولين من الاعلى ومن الاسفل حتى كيطيبوا ويتحمروا. ودابا غادي نشكل الجزء الرابع من العجين، هذا اللي فيه الفلفل الاحمر الحلو والحار. بحال اللي كتشوفوا معايا خديت الورق ديال الطبخ وقطعته على قياس الصينيه ديال الفرن ولا الصفيحه، وغادي نحاول نطلق فوق منه العجين. هو شويه صعيب ولكن غير يد كتطلقوا بها العجين ويد كتقبطوه بها باش كيتطلق معكم بسهوله. بحال اللي شفتوا معايا انا سرحته على شكل مستطيل. صافي وخديت هنا القطاعه ولا سكين وغادي نقطع اشرطه اشرطه بالطول، وغادي ملي غنسالي غادي نقطع اشرطه بالعرض، غادي يجيوني بحال مربعات وكل مربع غادي نقسمه في النصف، غادي يجيوني في الاخر غنتحصل على مثلثات متساويين في الحجم بحال اللي غادي تشوفوا معايا. وبنفس الطريقه اللي طيبنا بها المملحات اللي من قبل، حتى هما الفرن سخون على درجه حراره 170 من الاعلى ومن الاسفل، كنخليهم يطيبوا وحتى كيتحمروا عاد كنخرجوهم. وخليكم معايا حتى تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. وهنا بعد ما خرجتهم من الفرن بغيت نوريكم غير كيفاش كيتفكوا لنا بسهوله ما كيلصقوش، طريقه سهله. فخليكم معايا حتى تشوفوا الشكل النهائي ديال المملحات اللي حضرت معاكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال المملحات اللي حضرت معاكم. هاد لي سيغاق كيجيو على هذا الشكل، كيجي المذاق ديالهم لذيذ بزاف وفيهم واحد القرمشه زوينه. المثلثات ديال الحارين اللي بحال شفتوا معايا طريقه سهله بزاف وكيعطيو كميه وفيره، كيجي المذاق ديالهم رائع. وبحال شفتوا معايا كيجيو مقرمشين ومرملين في نفس الوقت. وهنا الفقيقتات اللي بالزعتر والجبن الاحمر وهادو اللي بالزيتون الاسود. كنتمنى تجربوهم ان شاء الله ويعجبوكم. الى عندكم شي تساؤل شي ملاحظه خليهم ليا في التعليقات. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، والناس اللي كيشاهدوا القناه لاول مره وعجبكم المحتوى كنتمنى تشاركوا في القناه، مرحبا بكم. كنضرب لكم موعد مقبل فيديو قادم ان شاء الله.